السلام عليكم ورحمة الله. اتكلمنا عن ثلاث أنواع من الـ iterational statements اللي هي الـ for loop، الـ for each loop، والـ while loop. والنهاردة هنتكلم عن iterational statement الرابعة والأخيرة اللي اسمها do while loop. الـ do while loop basically هي بتعمل اللي الـ while loop بتعمله بالظبط، بس الفرق ان انا بكتب، ما بدل ما بقول له while i اقل من 10 وبعد كده اكتب له الستيتمنتس واقول له i بلس بلس، لا انا بقول له do واكتب الفانكشن بتاعتي الاول واقول له i بلس بلس، وبعد كده بدي له الكونديشن بقى اللي هو while i اقل من 10. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ هستعمل ده لو انا اتليست عايز اعمل الفانكشن مره على الاقل، يعني لو الكونديشن اللي انا عامله ما اتحققش ستيل يعمل لي فانكشن وبعد كده ما يكملهاش لان الكونديشن مش حقيقي. عشان نجربها سريعا، نفس الوايل لوب اللي احنا عملناها هنا دي بالظبط كده، بس بدل كده هقول له دو اوكي، وهاجي هنقل الكونسول دوت رايت لاين والاي بلس بلس هنا. ده الفرق بالظبط كده بين الايه الاثنين. لو جيت هنا دلوقتي عملت نفس الموضوع بالظبط، المفروض يعمل لي نفس اللي الواي لوب بتعمله، بس ثانية عشان احنا عندنا هنا ايرور ظاهر بيقول ان في حاجة اكسبكتد. الوايل احنا ما كتبناش الواي صح، واي اي اقل من 10 اوكي. لو جينا عملنا ران هيديني 0 9 0 1 2 3 4 لحد 9 برضه صح. طب انا دلوقتي لو قلت له ان الاي تساوي 12، لو انا بكتب الوايل لوب اللي في الاول هيطلع لي ايرور ان الاي ما حققتليش الكونديشن، فبالتالي انا مش هعرف اعمل الفانكشن اللي هي كونسول دوت رايت لاين. بس انا دلوقتي البروجرامنج دايما بيمشي لاين باي لاين، دايما بينفذ الاول وبيمشي على اللي انا بقوله له. فانا دلوقتي قلت له ان الاي يساوي 12 وطلبت منه يكتب لي الاي، فلازم هيكتب لي ال 12 دي قبل ما يوقف لي البرنامج. بعد كده هيبتدي يزود، هيلاقي ال 13 اكبر من ال 10 فما يقدرش يكتبها وهكذا. لو جينا عملنا ران هنا هنلاقي ان هو كتب لي ال 12 ووقف بس كده. فده اللوجيك المتوقع من البروجرام ان هو يعمله، وده اللي اتنفذ بالفعل، وده اللي يفرق الدو وايل عن الوايل، ان انا اقدر اتليست او دايما اتليست هنفذ الامر مره بغض النظر عن الكونديشن هو ايه. حتى لو الفانكشن او حتى لو الفاريبل مش محقق الكونديشن، هو هيعمل لي الفانكشن بعد كده مش هيكررها تاني لو بما انها بره الفانكشن.